بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إكيم إف إم. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyyah, Puan Muna Jasman. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rushdi alias akan dibantu oleh seorang pelajar saya iaitu Hana untuk sesi yang seterusnya ini insya-Allah. Untuk sesi ini saya akan melakukan latih tubi menggunakan istifham iaitu kata soalan dengan mengulang semula perkataan-perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Saya mengharapkan dengan pengulangan perkataan yang lepas ini akan banyak membantu tuan-tuan dan puan-puan. Pada hari ini kita akan menggunakan soalan hanya daripada perkataan aina yang memberi maksud di manakah, yang akan disertakan dengan penggunaan fi'il madhi iaitu perbuatan yang telah berlaku. Hana akan menggunakan soalan daripada perkataan aina untuk bertanya kepada saya. Tafadhali ya Hana. Aina sallaita az-zuhra ya ustaz? Ma makna aina? Di manakah? Sallaita. Kamu telah solat. Az-zuhra. Zuhur. Nah, is'alini marratan ukhra ya Hana. Aina sallaita az-zuhra ya ustaz? Sallaitu az-zuhra في المسجد. ما معنى صليت؟ سيتلاه صليت الظهر. ظهر. في المسجد. دي مسجد. اسأليني مرة أخرى. أين صليت الظهر يا أستاذ؟ صليت الظهر في المسجد. ثم السؤال الثاني. أين سمعت هذا الخبر يا أستاذ؟ ما معنى أين سمعت؟ دي مانكا كمو تلاه دمر. هذا إني الخبر. ما معنى الخبر؟ بريت. نعم. اسأليني مرة أخرى. أين سمعت هذا الخبر يا أستاذ؟ سمعت هذا الخبر في المذياع. ما معنى سمعت؟ سيتلاه دمر. هذا الخبر berita ini في المذياع. ما معنى في؟ دي المذياع. ما معناه؟ راديو. نعم. اسأليني مرة أخرى يا حنا. أين سمعت هذا الخبر يا أستاذ؟ سمعت هذا الخبر في المذياع. ثم السؤال الثالث. أين كنت
صباح الأمس يا أستاذ؟ ما معنى أين؟ Di manakah? Kunta. Kamu telah berada. Kunta. Kamu telah berada. Sabah al-amsi. Ma makna sabah al-amsi? Pagi semalam. Is'alini maratan ukhra ya Hana. Aina kunta sabah al-amsi ya Ustaz? Kuntu fi al-fasli. ما معنى كنت؟ saya telah berada في di الفصل كلاس. نعم اسأليني مرة أخرى. أين كنت صباح الأمس يا أستاذ؟ كنت في الفصل. kemudian saya akan menggunakan soalan yang sama kepada Hana. السؤال الأول أين صليت الظهر؟ ما معنى صليت الظهر؟ كمو تلاه صليت الظهر. نعم أين صليت الظهر يا هنا؟ صليت الظهر في المكتب. ما معنى صليت؟ سي تلاه صليت الظهر ظهر في المكتب. ما معنى في دي المكتب؟ بجبل. نعم أسألك مرة أخرى يا هنا، أين صليت الظهر؟ صليت الظهر في المكتب. ثم السؤال الثاني، أين سمعت هذا الخبر؟ ما معنى أين سمعت؟ دي معناك kamu telah dengar. هذا الخبر ما معناه؟ berita ini. نعم أين سمعت هذا الخبر يا هنا؟ سمعت هذا الخبر في التلفاز. ما معنى سمعت؟ saya telah dengar. هذا الخبر berita ini في التلفاز di television. نعم مرة أخرى، أين سمعت هذا الخبر يا هنا؟ سمعت هذا الخبر في التلفاز. ثم السؤال الثالث، أين كنت صباح الأمس؟ ما معنى أين كنت؟ دي معناك kamu telah berada. نعم صباح الأمس pagi semalam. أين كنت صباح الأمس يا هنا؟ كنت في الجامعة. ما معنى كنت؟ saya telah berada في الجامعة di university. مرة أخرى، أين كنت صباح الأمس يا هنا؟ كنت في الجامعة. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تعالى، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جملة كتاب بحث عرب. جملة بحث عرب.